أهلا وسهلا بالذين أحبه وجلهم في الله ذي الآلاء. حيا هلا بشيخنا. حيا هلا أهلا وسهلا. متع الله رضي أذوب خجلا صاحب حبيبي رضي الله شيخنا مع صباح الندى. صبحكم الله بالخيرات والبركات والمسرات. حياكم الله شيخنا. حياكم أباكم. أنت تستخدم معي الذوبان أنا أذوب جدا معك فما أستطيع لأنك سكر فأنت تذوب أنت وتنظر بذلك الأسرة المسلمة لما استوت واستقامت الشرارة الأولى حدثت عندما قال زملوني زملوني يعني كليب كان موحدا أو كان على النصرانية ولذلك كانت تعتز العرب بأمثال هؤلاء. فحيا هلا بالصالحين وأنعم لكل امرئ منهم سلام يخصه يبلغه الأدنى إليه وينعمه.